أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المشهد. وبطبيعة الحال كما تعرفون فاليوم هو 9 مارس، وقد مر هذا العام 53 عاما على استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض عندما كان في الخطوط الأمامية ليضرب المثل، لأن الجيش المصري بكل جنوده وضباطه وأبطاله دائما على الصفوف الأمامية. على أي حال كل عام وحضراتكم بخير. هذا اليوم وهذه الحلقة هذه المناسبة نحاول فيها الاقتراب من ذكرى يوم الشهيد بصورة أكبر. وللمزيد من التعليق على هذه الذكرى العطرة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا. سيادة اللواء أهلا ومرحبا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. مساء الخير يا استاذ ايمن، اهلا بحضرتك، اهلا بكل زملاء العمل في الاستوديو، واهلا بالساده مشاهدي قناه النيل يا فندم. اهلا بحضرتك. وطبعا يعني اختيار هذا اليوم للاحتفال بيوم الشهيد المصري من واقع هذه المناسبه مفهوم، ولكن يعني اكيد من تعليق حضرتك هنفهم اكثر اهميه هذا اليوم واختياره على هذا الاساس. طبعا هو من اروع المشاهد ان يبقى البرنامج المشهد النهارده بيتكلم على يوم الاحتفال بذكرى الشهداء. الحقيقه يهمني في البدايه ابعت برقيه لكل شهداء مصر عبر العصور. بقول فيها يا شهداء مصر، احنا عارفين انتوا ليه قدمتوا مقلحكم؟ وليه قابلتوا وجه رب كريم وسبتوا ابائكم وامهاتكم وزوجاتكم واولادكم؟ واحنا مقدرين كل اللي عملتوه، واقسمنا بعزة جلال الله أن نحافظ على كل نقطة دم اتقدمت في سبيل هذا البلد، وأن نحافظ على هذا التراب، ونسلم الأرض دي للأجيال التالية سالمة غانمة إن شاء الله غير منقوصة شبر واحد. طيب 53 مرة سنة مروا على استشهاد المرحوم سيد فريق عبد المنعم رياض رحمة الله عليه. هنا بتوقف عشان نحول البرنامج من مناسبة إلى ثقافة، بمعنى بسأل سؤال دايما وأدور على إجابته وأجاوب عليه. ما هو يوم الشهيد اللي كان قبل عبد المنعم رياض ما يستشهد؟ كيف هو ايه تاريخ يوم الشهيد كان عندنا بنحتفل بيه ازاي؟ الاجابه لم يكن هناك محدد يوم ليوم الشهيد في مصر قبل 69. نهائي؟ ايوه نهائي. اول حساب لهذا اليوم كان 9 مارس 69 تاريخ الشهيد هذا الرقم. طيب النقطه الثانيه بسال دايما عشان الناس تتعلم، هل في زي يقول لك يوم المرأة العالمي، مش عارف يوم حقوق الإنسان العالمي، يوم الأب، يوم الأم، هل في يوم للشهيد العالمي؟ لا، مفيش هذا الأمر خالص، لأن كلمة شهيد يا أستاذ أيمن مفرداتها ملهاش كلمة مماثلة في بقية اللغات تشرحها، إنما تقول بن يعني ألم، تقول جاردن يعني حديقة، تقول دور يعني باب، إنما كلمة شهيد ملهاش من المدلول ده، مش موجود بره في الدول دي، لان ما تعرفش يعني ايه معنى الشهيد. نعم. الشهيد بتعرف معنى الاستشهاد ايه في الدنيا وفي الدين. نتيجه الاديان اللي عشناها المسيحيه والاسلام، الشهيد وصلنا ان هو من الانسان اللي يقتل عشان بيحقق هدف قومه بيجله هذا الهدف، وبيعتبر عندهم حاجه عظيمه وحاجه رئيسيه في حياته. في ثلاث محددات رئيسيه عند الانسان المصري، الدين والارض والعرض، الثلاثه دول ما حدش يقرب منهم. صح. كل من يموت في سبيلها واحد من الثلاثه دول هو شهيد. الكلام الاديان قالت كده، اللي على فكره عندي شهداء في المسيحيه اللي قتلوا بسبب تبشيرهم بالدين المسيحي في البدايه او ايمانهم بالمسيحيه. عندي شهداء الكنيسه اللي الرومان اضطهدوهم. في الاسلام عندي الشهداء مذكورين في ايات صريحه سواء سوره البقره او ال عمران او النساء. طيب انسان كان عنده اسره وكان عنده بيت وكان عنده اب وام، وفجاه قدم روحه وقال انا جاهز اموت. ده الدنيا تعمل فيه ايه؟ تحطه في عينيها وفوق دماغها وتشيل ذكراه وتشيل اسرته وتجري بيها في الدنيا كلها وتقول انا فرحانه بهذا الشهيد ده، باع كل حاجه عشان الوطن اللي انا عايشه فيه، ومات عشان انا اعيش واولادي يعيشوا. الله عليك يا ابن مصر. طيب في الدنيا في القيامه بقى في الاخره قيمه الشهيد ايه؟ والكتب ذكرته لك سكه واحده عند رب العزه، وهي
هي ارفع درجات العلا. سئلت سؤال دايما في بعض جنازات الشهداء، اما كان الشهيد يبقى الجثمان ملفوف بالعمل العلم وماشي واسرته وراه والام بتزغرط، المحررين المذيعين الاجانب سالوني هو ده مش ميت وده ابنها؟ قلت لهم اه ابنها. طب ازاي بتزغرط وزغرطها؟ احنا عارفين عندكم ان هي فرحانه، نوع من علامات الفرح. اه هي فرحانه جدا رغم انها اتحرمت من ابنها ضمها وفلتت كبتها، الا ان هي عارفه هو رايح فين. مش كده وبس، ده رايح وسابقها وعلى قد الالم اللي اتألمته وعلى قد ما هي قدمته لبلدها، الا ان هو فتح لها السكه وفرش لها البساط المحترم لحد الجنه، وهو اول رايح يجهز لهم الجنه كل اهله من تحملوا هذا الالم. موقع الشهيد في الدنيا والاخره عندنا اكثر من رائع. شيء جميل سيادة اللواء اللي حضرتك بتقوله، لانه حضرتك بتأسسه على يعني اسس يعني قويه وسليمه يعني، وده اللي بيفرض التساؤل. طبعا يعني معروف الاحاديث والمرجعيات الدينيه المختلفه سواء عند الاسلام او المسيحيه كما اشرت حضرتك، بمكانه الشهيد اللي بيفدي باغلى ما يملك وهو روحه، يعني ارضه او وطنه او ماله او عرضه. وزي ما حضرتك عارف طبعا الاحاديث النبويه الشريفه بتؤكد على نفس المعنى، لكن هو السؤال مدى ارتباط ذلك بالعقيده العسكريه المصريه وخصوصيتها؟ يمكن حضرتك قلت قبل قليل انه ما فيش شهيد عالمي او ما فيش يوم للشهيد العالمي، لانه كل شهيد له قضيه، ففي مصر القضيه مختلفه، وربما نشهد يوم الشهيد العالمي عندما تتحد البشريه على هدف سامي ان حدث ذلك يعني. فكيف تنظر الى خصوصيه العقيده العسكريه المصريه؟ طيب العقيده العسكريه المصريه، انت وكل اهل مصر عندهم ثقافه ان احنا لا يمكن ان احنا نتجاوز ارضنا او حدودنا وممتلكاتنا. صحيح. لا نعتدي، ما مديش ايدنا على غيرنا. قواتك المسلحه وقوات شرطه مدنيه مسؤوله عن ان هي تحمي لك ارضك وسماك وبحارك. انما امد ايدي على غيري ليس هذا الامر قبول. عشان كده اللي جربوا يقربوا مننا سنة 67 وفاهمين ان الامر على المشاع وسيما قطيع زي غيرها بالاراضي، مش مدركين ان اللي بتحلموا بيه مش عندنا، مش في الاراضي المصرية. الارض المصرية دي حفرة من حفر جهنم وهي قطعة من قطع النار الجنة. انت عايز تتمتع بحياتك تعالى تمتع في حضني تلاقيها جنة. عايز تكتب شهادة وفاتك مد ايدك عندي عشان ابطر لك الحلم اللي انت بتحلمه انك جاي في الحته دي. عقيدتي معروفه، انا لا اتجاوز حدودي ولا اعتدي على مخلوق. انا عايز ارجعك يا استاذ ايمن في برنامجك المشهد الى مين عبد المنعم رياض؟ لازم من حقه اتكلم كلمتين. اتفضل يا فندم. الشاب اللي مواليد سنه 19 واستشهد وعمره لم يتجاوز ال 50 سنه. صحيح. الشاب اللي اما راح بعثه في روسيا في الاتحاد السوفيتي سنه 58، زملائه وقادته اكتشفوا ان الانسان المصري ده معدنه فاخر قوي، ده ضابط محترم قوي، اطلق عليه الجنرال الذهبي في هذه البعثه. هذا الانسان وهو شاب صغير تخيل انه رقي الرد بالفريق سنه 66 وعمره ما جاش 47 سنه. تخيل انه في سنه 64 اتعين رئيس اركان القياده العربيه الموحده بين مصر وسوريا. 64 سنه كان عنده 45 سنه، سنه 64 عنده 45 سنه. طيب أول يونيو قبل النكسة بتاعت 5 يوليو 67، أما الأمور توترت في المنطقة بين إسرائيل والدول المحيطة، تم تعيينه إيه؟ قائد مركز القيادة المتقدم في عمان في الأردن. ده الكلام ده 1 يونيو 67، عشان يوم 5 أما يحصل اللي حصل من الجانب الإسرائيلي يقوم يعين في هذا التوقيت قائد عام للجبهة الأردنية. ما عادش كتير على فكرة، هو من يوم 5 ليوم 11 يونيو القوات المسلحة المصرية قالت أنا أحق بأولادي. هتقولي الراجل ده عشان أنا عايزة أعيد بناء الإنسان المصري، لأن الراجل ده له ثقافة هقولها في جملتين قالهم أنا بيعيبوني وبقولهم بخلاف أخباره الثانية هقولها برضه. قال إيه؟ ثقافته مبنية على إيه؟ بيقول إن تبين أوجه النقص لديك تلك هي الأمانة. آه أما أشوف عيوبي وأكشف نفسي دي الأمانة، وده اللي عملناه في 67. نقد ذاتي. صرحنا نفسنا وشفنا اخطائنا كلها. طيب كماله كلامه قال فيه ايه؟ قال وان تجاهد اقصى ما يكون الجهد بما هو متوفر لديك، ف
فتلك هي المهارة. صحيح. تكتشف ان الدنيا كلها بتتفرج على مصر. القدرة على اصلاح الذات. ايوه. الناس الدنيا بتتفرج على مصر. وما عنديش غير الانسان المصري اللي راهن عليه. رفع التراب ورفعنا التراب من على الانسان المصري. تمام. واعدنا بناؤه بما هو متيسر لديه من اسلحة. تمام. وجهزناه لخوض مرحلة المصير ومرحلة الشرف. انا الحقيقة معالي اللي هو انا كنت اتمنى انه الحديث مع حضرتك يمتد اكتر من كده طبعا نظرا للوقت، لانه اللي حضرتك بتقوله كلام مهم جدا وبيؤكد على يعني قيمة الجندي المصري وبيدحض كل التشكيك المستمر في العسكرية المصرية. على اي حال بشكر حضرتك شكر جزيل، وكل عام وحضرتك بخير وكل الجيش المصري بخير وكل مصر والمصريين بخير. سيادة اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا، شكرا جزيلا لحضرتك. ونتحول مشاهدينا الكرام إلى متابعة شأن آخر، حيث قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اليوم إن الأزمة الأوكرانية أثرت على اقتصادات العالم بشكل كبير وكذلك على الاقتصاد المصري، حيث إن الأزمة تسببت في موجات تضخمية كبيرة وتأثير سلبي على الأسواق. الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قال أيضا إن وزارة الخارجية الجزائرية تقترح استضافة القمة العربية القادمة في الأول من نوفمبر المقبل على أن تستمر ليومين، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجامعة في ختام فعاليات أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة لبنان اليوم. عقد الوزراء اجتماع تشاوري استمر لحوالي ساعة ونصف، دار فيه حديث ممتد على موضوعين رئيسيين، موضوع القمة العربية القادمة، واستمعت لتقرير من وزير خارجية الجزائر الذي طرح نية الجزائر في عقد هذه القمة يوم 1 نوفمبر 2000. عودة لمتابعة شأن مجلس الوزراء، وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ كمال، تحياتي لحضرتك. أستاذ كيف تابعت يعني اجتماع مجلس الوزراء اليوم وما صدر عنه من حديث في تعليق على الأزمة الأوكرانية أو العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية؟ الحقيقة طبعا مجلس الوزراء بيتابع الأزمة الروسية الأوكرانية منذ بداياتها، وبيتابع تأثيرها على الاقتصاد العالمي ومنه طبعا الاقتصاد المصري اللي أكيد طبعا تأثر مثل الاقتصاد العالمي، طبعا جزء من الاقتصاد العالمي. رئيس الوزراء أشار إلى أن يعني منذ اندلاع الأزمة مصر الحمد لله كان لديها احتياطي كافي من القمح، عندنا حوالي 4 أشهر رصيد وده كافي جدا، وان موسم جني القمح او حصاد القمح يبدا منتصف ابريل المقبل، وطبعا فيه تم توفير الموارد اللازمه لشراء القمح من المواطنين. الحقيقه كان في رساله طمانينه من رئيس وزراء المواطنين انه لا توجد ازمه، لكن المهم اننا محتاجين الا نفزع الا نلجا لتخزين السلع، سلع متوفره وبشكل كافي الحمد لله. فيه رقابه من الحكومه على الاسواق لمنع اي ممارسات احتكاريه او منع اي تخزين للسلع وضمان ان السعر متوفر. الحقيقه طبعا زي ما قلت رئيس الوزراء طبعا على مدى امبارح والنهارده بيعقد اجتماعات مكثفه بتابعه كل ما يتعلق بالاسعار والاسواق و يعني والرقابه والحملات اللي بتتم من خلال وزاره الداخليه على التجار اللي هم بيتلاعبوا، وتم ضبط حالات فعلا. في ترتيب ما بين وزاره التموين والغرف التجاريه لضمان توافر السلع باسعار مناسبه. الحقيقه طبعا ايضا تم الحديث عن معارض اهل رمضان اللي هتبدا اعتبارا من نهايه الاسبوع المقبل في المحافظات والقاهره الكبرى، وان شاء الله هيتشهد طرح السلع باسعار مخفضه على مدى
شهر رمضان. رئيس الوزراء عرض للتطور اللي شهدته معدلات التضخم في العالم اللي حقيقه بتشهد ارتفاع كبير، حتى المؤسسات الدوليه كانت بدات تتوقع او كانت يعني توقعات متفائله للاقتصاد العالمي بعد طبعا مع تراخص المؤسسات العالميه عادت مره اخرى بعد الازمه وخفض توقعاتها الفائله، ان طبعا هذه الازمه اثرت في العالم كله، والعالم يمر بموجه تضخميه لم يسبق لها مثيل على مدى سنوات طويله. فالمهم كما اكد رئيس الوزراء ولا يكون هناك تخزين للمواطنين او فرض على المواطنين لتخزين السلع بشكل غير مباشر. بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله الاستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. الآن نتحول إلى موضوع آخر وهو أيضا موضوع رئيسي اليوم مشاهدين الكرام، وهو اجتماعات أو أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذي يبحث بطبيعة الحال في عدد من القضايا العربية والشؤون الدولية. يسعدنا ويشرفنا للحضور والتعليق على هذه الاجتماعات وعلى هذه الأحداث والقضايا الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك ومرحبا. أهلا بحضرتك أستاذ أمين. يعني هي طبعا تعتبر اجتماعات عادية لكن في وسط ظروف غير عادية على مستوى العالم، فكيف تنظر لها بداية؟ بكل تأكيد الاجتماع اليوم الوزاري كان مميزا للغاية أو مختلف بمعنى أدق عن الاجتماعات السابقة. اليوم طغت الأزمة الأوكرانية بالطبع على الرغم من أنها لم تكن بندا موجودا، وإنما كان التعاون مع فيما يخص روسيا بندا ثابتا تقريبا على الاجتماعات مع القوى الكبرى، ولكن بالإضافة للقضايا العربية والتوغلات والتحولات الإقليمية التي تفرضها بعض القوى الإقليمية على بعض الدول العربية أيضا كان لها الاهتمام الأكبر، وخاصة قضية فلسطين، قضية سوريا، قضية العراق واليمن وأيضا ليبيا، بالإضافة إلى التهديدات المتعلقة بالصواريخ البالستية التي يتم إطلاقها على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأيضا مسألة الأمن المائي المتعلق بكل من سوريا والعراق ومحاولات حزب الحرية والعدالة التركي فرض سيطرته على هذه الأمور، بالإضافة إلى أخيرا وأقول أخيرا لأن مصلحة العرب أصبحت كلمة مباشرة ومعلنة اليوم كما قال السيد أحمد أبو الغيط، بالتركيز على القضايا التي تهم الصالح العربي وعدم الانخراط أو التواجد في أحد المعسكرين، بالإضافة إلى أن تمني الحلول الدبلوماسية ووقف الصراع والنزاع المسلح الذي سيسبب الكثير من الخسائر، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الكبيرة الاقتصادية المتوقعة والتي بدأت أثرها بالفعل تفرض نفسها على كافة المدن والعواصم العربية. تمام، لكن بالنظر لهذا الموقف العربي أو يعني ممهداته التي أعلنت من قبل وربما حتى في اتصال من الرئاسة المصرية اليوم بالرئاسة الروسية برضو بتحبز فكرة الحل الدبلوماسي أو الحل بناء على الحوار، هل ترى في ذلك يعني ما يمكن وصفه بحياد إيجابي يمكن أن يؤسس من خلال مجموعة الاتصال العربية لحل دبلوماسي للأزمة، أم أنه بشكل أو بآخر ربما تفرض على المنطقة تبعات هذه الحرب مما يفرض عليها مواقفا أخرى؟ أعتقد أن الكلمات التي قالها السيد أحمد أبو الغيط تجيب بشكل غير مباشر عن هذا الأمر، هو ضرورة الوقوف العربي والاستناد الدول العربية والتوحد، وخاصة في بعض القضايا مثل قضية الأمن الغذائي العربي. وبالمناسبة هذا الأمر طرح في الاجتماع التشاوري السابق الذي عقد قدمه الجانب الكويتي الذي عقد في يناير الماضي، وفرضته الظروف الحالية على كافة أرجاء المنطقة وليس فقط الدول العربية، وبالتالي فالتمسك بالحلول الدبلوماسية بالإضافة إلى المساهمة في التقريب بين وجهات النظر وأيضا محاولة التخفيف عن هذه الأثار سواء في مجال الأمن الغذائي أو الطاقة
أو في العديد من القطاعات الاقتصادية التي ستصاب بتراجع وتراجع نسب النمو بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، ولعل الأمر طال العالم كله وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي يشكو رئيسها اليوم من أن أسعار الغاز والبترول في الزيادة على المستهلك الأمريكي. الأمر ليس فقط نزاع بين دولتين أو محاولة لفرض ترتيبات لحماية الأمن القومي للدولة الروسية، ولكنه سيتطور لمداخلات جديدة ومدخلات جديدة في النظام العالمي كما تفضلت وذكرت. وأعتقد أننا يجب أن نكون منتبهين ونغلب المصلحة العربية والمصلحة القومية على أي اعتبارات أخرى بالنظر لما يحدث ويحدث فجأة هذه الأيام. هل يمكن وصف الأزمة الأوكرانية بتحدي دولي يعني يفيق العرب إلى حد كبير كما نشهد بصورة من الصور الآن، وربما يعني اجتماعات الوزراء الخارجية العرب تضع الآن القضايا العربية موضع الاهتمام ربما بشكل أكبر، وربما في صدارة هذه القضايا بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، فرص السلام، الحكومة الجديدة، قضايا الاستيطان، ربما أيضا قضايا متعلقة بسرقة المياه بكل من الجانب الإسرائيلي، فكيف تنظر إلى هذا الملف؟ الملفات هامة للغاية. وعودة سريعة للتذكرة بما قاله سيد أحمد أبو الغيط أن الدول العربية عانت الكثير من محاولات فرض القوة العسكرية والإقليمية عليها سواء من قوى كبرى أو قوى إقليمية، وتعاني مثالة حتى الآن، أي أن الموضوع أيضا العربي لدينا جراح كثيرة نضمدها الآن ونسعى لاستشفاء هذه الجراح عبر المعادلات الاقتصادية، ولكن يجب التكاتف. القضية الفلسطينية عانت، وما ذكر اليوم من وزراء الخارجية العرب على أنه يجب ألا تنسينا أزمات دولية كبيرة، يجب ألا تنسينا القضايا الهامة أيضا العربية وفي مقدمتها كما تفضلت وذكرت القضية الفلسطينية، قضية الاستيطان، التوغل، الابتعاد، المراوغة من الساسة الإسرائيليين على اختلاف الحقائب الوزارية والوزارات، بالإضافة إلى عدم تواجد الدعم الدولي والتكاتف الذي قد يلهيه أحيانا بعض الأحداث الإقليمية أو الأحداث الدولية الكبرى كما يحدث في العملية العسكرية في أوكرانيا. الأمر هنا هو أن أيضا بعض القضايا الهامة للسلع على المياه ليس فقط في فلسطين أو في اتجاه الأردن، ولكن أيضا في العراق وسوريا، حيث هناك العديد من السدود التي تبنيها قوى خارجية، وأيضا هناك بعض المناطق المحتلة والتي تتعرض أيضا من حين لآخر للقصف. الأمر هنا يتطلب وقفة جماعية وتبدية ووضع المصلحة العربية في المقام الأول، وإعادة بعض القضايا التي قد يهيل عليها تراب الأحداث الجديدة ستائر النسيان، وبالتالي تكون القضية مستمرة والمعاناة مستمرة كما يحدث ليس فقط في فلسطين ولكن في كافة الدول العربية فيما بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي جلب الخراب على المنطقة ككل. كنت لسه أقول لحضرتك هذا المصطلح، ويعني سنأتي بعد قليل ربما إذا اتسع الوقت لبقية القضايا العربية الأخرى وأبرزها ليبيا وربما سوريا واليمن طبعا، لكن بالنظر إلى إشارة حضرتك إلى عقد ما اصطلح على تسميته مجازا أو خطأ بالربيع العربي، في ظل هذه التداعيات ربما يعني ستائر النسيان كما أشرت حضرتك أو تراب الزمن يعني غطى القضايا العربية وأبرز القضية الفلسطينية، هل يمكن القول بأن التحدي الدولي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية سيفرض نوعا ما من جدية التعامل مع المشاكل والقضايا سواء في المنطقة أو غيرها، لأنه في النهاية دي نزاعات بتهدد أمن العالم واستقراره حتى بتهدد الشرعية الدولية إن صح التعبير؟ بكل تأكيد أعتقد أن نظاما ما جديدا قد يترتب على هذه أو في أعقاب هذه الأحداث قصرت أو طالت الوضع، القب الأوحد لم يعد مناسبا للتغيرات سواء السياسية والعسكرية التي تقدمت فيها روسيا بشكل كبير جدا أو التقدم الاقتصادي المذهل الذي حققته الصين والمجموعة الصينية، وبالتالي فإن نظام القطب الأوحد
يتراخى وقبضة الولايات المتحدة تتراخى، بالإضافة إلى معاول الهدم التي تضرب في الاتحاد الأوروبي والنيتو بخروج بريطانيا واعتزام دول أخرى أو تفكيرها في الخروج، على الرغم ممن يقال باللسان السياسي في هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعاني وحلف النيتو يعاني كونه يعتمد على دولة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، يعتمد على تركيا وقوات التركية وعقب ذلك بعض القوات الفرنسية وقوات أخرى من دول متعددة، وبالتالي فإن وهذا أيضا مقصود من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة، أيضا الرغبة الألمانية في التسليح ووضع 100 مليار يورو لرفع قواتها وجاهزية القوات المسلحة الألمانية، هذا الأمر لن يكون يمر مرور الكرام حتى على الولايات المتحدة الحليف، وبالتالي فإن هذا هذه الأحداث الدولية تفرض تغيرات كبيرة. الأمر هنا هو أن التعامل سيختلف بالتأكيد، لابد أن يكون هناك بند المصلحة معلنا، وهذا ما يبدو بالفعل. بعض الأخبار قرأتها على الصحف الأمريكية اليوم، قالت أن الرئيس الأمريكي حاول الاتصال بولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي للتفاهم بشأن الطاقة ولم يرد عليه. هذا الأمر يعني أن هناك مسارات للتفاوض تقتضي توفير المصلحة المشتركة أولا، ثم التحدث في القضايا التي يمكن عن طريقها الدعم. هناك تفكير آخر في تغير الخريطة السياسية مع التحول الأمريكي لإيران وتمرير الاتفاق النووي، أيضا المفاوضات مع فنزويلا، هذا الأمر وإرخاء بعض العقوبات المفروضة عليها، هذا الأمر يعني أن هناك تغيرات مستمرة تأتي في صالح الدول الغربية والدول المتقدمة ودول الاتحاد الأوروبي. أين العرب؟ أين مصلحة المنطقة؟ أين الشرق الأوسط؟ ولذلك هو ما فيش شك أنه، وهذا ما تجيزه السياسة إن صح التعبير بكل تأكيد، هو أنه العرب زي ما حضرتك أشرت من خلال هذه الاجتماعات المنعقدة اليوم في الجامعة، عليهم أن يبحثوا عن مصلحتهم وسط هذه الأحداث إن صح التعبير والأساليب الكفيلة بالوصول لذلك. لكن هو في السياق اللي حضرتك أشرت إليه منذ قليل، وده برضو بيفرض علينا البحث عن مصلحتنا كعرب، في نوع من أنواع التدخل التركي في الشؤون العربية كل تأكيد، وفي نوع من أنواع تنامي الدور التركي في المنطقة أو في الإقليم حتى المحيط بالأزمة الأوكرانية، وربما يعني تركيا تشكل ورقة مهمة في الصراع الغربي الروسي مستقبلا يعني في تداعيات هذه الأزمة، مع توتر أو مع عدم حسم العلاقات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق سواء بالملف النووي أو الاتفاق النووي أو غيره، هل ترى أنه في تنازل؟ وعقب ذلك السعودية، الدول العربية، الدول الإقليمية ثلاث، إسرائيل ونحن وقعنا معها اتفاقية سلام، ودول عديدة وقعت اتفاقية سلام معها، وبالتالي فإن خطر العسكري منها يتراجع بدرجة كبيرة. الأمر الآخر هو إيران، وهي تهدد دول الخليج بالفعل، السعودية وعبر بعض الأذرع والجماعات التي قد تنتفع حتى من إيران بشكل غير مباشر. نعود للنقطة التركية، وهو القوى الإقليمية التي يعتمد عليها الغرب ويعتمد عليها أيضا الشرق في بعض الأمور. الولايات المتحدة قوت من شوكة تركيا بشكل كبير في الناتو، وأردوغان استغل منذ وصوله للسلطة عام 2003 هذا الأمر بشكل جيد، ويزيد من تواجده في الناتو أملا في الحصول على ورقة الانضمام للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة محاولة إحياء ما بعد مرحلة عام 2023 وهو انتهاء 100 عام التي تم قصقصة أطراف الإمبراطورية العثمانية وإنهائها تقريبا في هذا التاريخ. وبالتالي فإن التوغل التركي الذي يقول أنه كانت هذه ولايات لنا وكانت تابعة لنا، هذا الأمر لم يعد موجودا في العصر الحديث، وبالتالي يجب التنبه لهذا الأمر، خاصة أن تركيا تستخدم القوى العسكرية ولديها التكنولوجيا أيضا، بالإضافة إلى التحالفات والرضا سواء المعلن أو غير المعلن من الجانب الأمريكي أو الغربي، كلها مصالح وهناك أمور من تحت الطاولة، وبالتالي يجب تقوية
الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي والأمن القومي الشمال إفريقي بشكل متكامل، سواء بشكل موحد أو بالاتفاقات الثنائية، ومصر تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. أمن دول الخليج هو من أمن مصر بالطبع، وأمن المنطقة العربية وخاصة الشرق أوسطية، خاصة أننا دخلنا في مناوشات فرضت علينا الأزمة الليبية تلقي بظلالها. لا يمكن السماح بالحدود الغربية أن تكون أوكارا للإرهاب أو التهديد مصر والقارة الإفريقية بل وأوروبا بالكامل. ليبيا أصبحت معبر للمهاجرين وقد يندس بينهم إرهابيون، وبالتالي الأمر خطير للغاية. وهذه الملفات التي تم التأكيد عليها ودور مصر المحوري وتوفير استراتيجية الردع، مصر ليس لديها استراتيجية قتالية عدائية تستعدي الدول أو ترغب في اقتحامها، ولكن لديها استراتيجية ردع عالمية، وبالتالي فهذا الأمر يجب وضعه أيضا، ويجب تقوية العلاقات والمناورات والمباحثات سواء على المستوى الاستخباراتي أو على المستوى الميداني والتدريبات المشتركة، لكي لا تحس ليس فقط تركيا ولكن أيضا أي دولة إقليمية أخرى أو أي جماعة تنظيم داعش ينتظر للعودة في أي وقت. بعض التنظيمات الإرهابية، ورأينا بورصة المقاتلين الأجانب التي يتم تداولها حاليا سواء من جانب الغرب أو الشرق، ومحاولات الزج بها في الصراع أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا. بالتالي هذا الأمر مهم للغاية، هناك تطورات كبيرة أيضا، التطور النوعي في أنواع الأسلحة المستخدمة في الصراعات، الطائرات المسيرة والصواريخ أصبحت تغني اليوم عن الطيران، وأيضا الدبابات القتالية في بعض العمليات العسكرية بشكل كبير. لابد أن تتجمع الدول العربية وأن يكون هناك تعاون وثيق فيما بينها، وتبادل أيضا على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية، خاصة أن التنظيمات المتطرفة تنتظر في أي وقت للإطلال. والإصلاحات الاقتصادية التي حققتها مصر وتحققها دول الخليج أيضا تحتاج للحماية والدعم، لابد أن يكون هناك دعم وشبكة من التنوع وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى التأكيد على قوة والوحدة العربية. أستاذ محمد، السؤال الأخير لحضرتك وأرجو أن الإجابة تكون في دقيقة 60 ثانية، حتى لنغفل القضايا دلوقتي، إحنا عندنا ثلاث نقاط تعتبر قضايا مشتعلة ساكنة إن صح الوصف: ليبيا، سوريا، اليمن. هل بتفجر الأزمة الأوكرانية ربما يتحرك العالم فيما يتعلق بقضايا المنطقة؟ بكل تأكيد لابد أن تفرض الدول العربية ودول الجوار لهذه المشاكل رأيها، وأن يتم الاستماع إليه وفق مبدأ المصلحة والاحترام المتبادل. هذا الأمر سيحدث في ليبيا إن شاء الله، وسيحدث أيضا في سوريا بضغط دولي، وأيضا في اليمن. هو السؤال أنه أوكرانيا ما تتحولش إلى قضية مشابهة؟ بكل تأكيد يجب هذا الأمر، ويجب أن يتم تغليب المصلحة العربية ودعم موقف التفاوض العربي سواء بالأسلوب الاقتصادي أو بالأسلوب الاستراتيجي أو بالردع العسكري. تمام. أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا. وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بمشيئة الله. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.